أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير بجميع أنواعه؟ وما رأيكم في من يقول إن كاميرا الفيديو لا تعد تصويرا، وينقل عن فضيلتكم أنكم خرجتم في قناة المجد؟ أنا ما خرجت، لكن أخرجت، قل أخرجت في قناة المجد، أما أنا ما خرجت. الشيخ ابن باز رحمه الله يحرم التصوير وينكره، أحياناً يأخذون له صورة وهو يتكلم في حفل، في مؤتمر. هذه أمور هم على إثمها، عليهم هم، إثمها عليهم هم، أما نحن لا نرى هذا ولا نجيزه. والتصوير بجميع أنواعه حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. اللي يبي يستثني عليه الدليل، إنما يستثنى الضرورة، الصور الضرورة، أن الله استثنى الضرورات، قال: إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير يصور بقدر الضرورة فقط، أما أنه يصور للذكريات أو للمناظر أو هذا حرام، لا يجوز. نعم.